سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. لم يكد يمر يوم واحد على عرض إنتاجات السياق الرمضاني لهذا الموسم حتى انهالت الانتقادات بشدة على القنوات التلفزية المغربية بسبب الرداءة والحموضة التي اتسمت بها العديد من برامجها خلال شهر رمضان المبارك. وبددت الأعمال الفنية الرمضانية آمال المشاهد المغربي في أن تخفف عنه وطأة الحجر الصحي، خاصة برامج المقالب والسيتكومات والسلاسل لما تستخدمه من فبركة فجة واستهتار بذكاء المشاهد على حد تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حمل آخرون المسؤولية للمشاهد المغربي الذي يتشبت بمتابعتها وانتقادها في نفس الوقت. الناقد الفني محمد الإبراهيمي اعتبر رد فعل الجمهور أمرا عاديا أمام التراكم الذي خلفته السنوات الماضية، محملا المسؤولية إلى المشاهد الذي ينتقل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ويدمن مشاهدة البرامج نفسها طيلة الموسم. وفسر الناقد الفني القنوات التلفزية تتعامل بلغة الأرقام عوض قياس القيمة الإبداعية، وما دامت هذه الأعمال تحقق مشاهدات عالية بالنظر إلى توقيت بثها ستظل متشبتة بها، وسنظل نكرر الكلام نفسه كل سنة. وزاد: هناك توجه في أعمال رمضان إلى الضحك والفكاهة، وكأنهما مرتبطان فقط برمضان، وحتى هذه الفكاهة لا تجد نفعا. من جهته قال المخرج المغربي عبد الإله الجوهري في تعليقه على الإنتاجات المعروضة: أحسست بالدوار والخيبة وأنا أحاول متابعة الإنتاجات الدرامية المغربية المعروضة على قنواتنا المحترمة جدا خلال اليوم الأول من شهر الفضيل، فإلى جانب الضحالة والهزالة التي لا تخطئها العين في مضامين المعالجة والمقاربات الفنية والتقنية المتوسلة، تجد نفسك لا تستطيع أن تميز بين عمل وعمل، سواء كان مسلسلا أو سلسلة أو سيتكوم. وانتقد الجوهري استحواذ وجوه معينة على معظم الأعمال التلفزية، وعلق على ذلك بالقول: هناك حفنة من الممثلين لا يتجاوز عددهم 10 على أبعد تقدير، تجدهم هنا وهناك بقوة العلاقات والصحبة ودق الأبواب ليل نهار، حيث تتواجه مع الممثل نفسه وهو يتكرر مرات ومرات دون أدنى سبب، إلى حد أن الأمر قد يختلط عليك إذا حاولت الانتقال من قناة إلى قناة، لأنك ستجد نفس الوجوه أمامك تتراقص. وتابع المتحدث نفسه: هناك هيمنة لمحدودين في كل الأعمال تقريبا، بينما العشرة من الموهوبين وخريجي المعاهد قاعدون في ديورهم يمضغون أحزانهم ويتابعون عن بعد مهازل القرن 21 في الخلق والابتكار، لأن أغلبهم لا يعرفون من أين تؤكل الكتيف، والبعض منهم لا يستطيع الاشتغال بربع ثمن، وللمخرجين وبعض شركات الإنتاج في اختيار الممثلين شؤون. يشار إلى أن القنوات الوطنية استهلت برمجتها الرمضانية بمجموعة من الإنتاجات التي عززت بها شبكتها من بين أعمال تعرض في أجزاء جديدة، ويتعلق الأمر بكل من برنامج المقالب مشيتي فيها وسلسلة السحليفة التي لاقت انتقادات في مواسمها السابقة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.